معلومة حلوة تهمك وتفيدك. يقول لك يا راجل الابتسامة حلوة، ابتسامة حلوة مع الشخص اللي قدامك بتعمل ايه؟ من ناحية نفسية ومن داخل القلب. انا مثلا ضحكت ضحكة او ابتسمت ابتسامة حلوة للشخص اللي قدامك او لأي شخص كان، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل في حاجة اسمها راحة بال، وتكون انت سبب طلعت همومه وقرفه من داخله. يعني ابتسامة لشخص اللي قدامك عنده مثلا هموم، ضغوطات، قرف، مشاكل، الابتسامة دي ممكن انت تكون سبب بان الابتسامة دي تغير له نفسيته وتغير له الحالة المزاجية وتغير له الحالة النفسية 180 درجة. اشتركوا بالقناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس.